دكتور نبيل، لماذا عرار دون غيره من الشعراء اختير رمز للثقافة العربية؟ نعم، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان في أن عرار هو شاعر الأردن غير مدافع، وعرار فعلا هو شاعر الأردن. أما لماذا اختير؟ فبكل بساطة لأن شعر عرار قرأه كل الأردنيين، وشعر عرار تمثله كل الأردنيين، وشعر عرار عبر عن هواجس وآمال وأحلام وأحزان وأفراح وكل شيء الأردني، يعني شعره خير تعبير عن شعبه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عرار بلغت مرتبته إلى مستوى ما يمكن أن ندعوه بالمؤسسة الثقافية. يعني كيف مؤسسة ثقافية؟ مؤسسة ثقافية أولاً من ناحية أهمية شعره الذي يتغنى به الكبار والصغار. هذا من ناحية، وجمال هذا الشعر. من ناحية ثانية، كثرة الدراسات التي قامت حول عرار. هناك مئات الدراسات التي تناولت هذا الشعر، منها ما هو دراسات أكاديمية، ومنها ما هو مقالات ومقاربات من أي مستوى معين. أضيف إلى ذلك، هناك عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي يعني كتبت حول الشعر عرار. ثم هناك عشرات النوادي وعشرات الجمعيات الثقافية والهيئات الثقافية التي تحمل اسم عرار، وحتى هناك كرسي جامعة اليرموك أسست كرسي علمي باسم هذا الشاعر الذي أضحى الآن هو رمز الثقافة في الأردن منذ أكثر من 3/4 قرن.